السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شنال جيسبا، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في تمام الصحة. دونك الوصفة ديال اليوم هي وصفة مختصة بالوجه وخصيصا لتبييض البشرة أكيد، ونحصلوا على بشرة مشرقة صافية بدون تجاعيد وبدون اسمرار، خصوصا حنا في الفترة ديال الصيف أكيد معرضين للاسمرار ديال البشرة، خصوصا السيدات المقبلات على الزواج. فالوصفة ديال اليوم إن شاء الله تبيض لكم البشره ديالكم وتعطيكم اشراقه وصفاء البشره. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. قبل ما ننطلقوا المكونات ثم طريقه التحضير وثم طريقه الاستعمال، ادعوكم الى الانضمام في القناه بالضغط على زر الاشتراك الموجود تحت من القناه باللون الاحمر، ايضا ما تنساوش تفعلوا الجرس او الضغط على زر الجرس، وايضا تعملوا بيج لايك لهذا الفيديو، زر اللايك تحت من الفيديو، وايضا تخليوا لنا اقتراحاتكم وتعليقاتكم واستفساراتكم التي تهمنا وتهم القناة بصفة عامة في خانة التعليقات، ولما لا أنكم تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط في صندوق الوصف أو في الديسكريبشن بوكس. والآن سننطلق إلى المكونات ثم طريقة التحضير ثم طريقة الاستعمال. أول مكون سنحتاج إليه هو ماء ورد. سنحتاج ما يعادل نصف كوب صغير من ماء ورد أو ما يعادل 3 معالق صغيرة أو كبيرة من ماء الورد الطبيعي، اللي كيكون أكيد 100% طبيعي أو تيكون ناتشوغيل حتى هو 100%. دونك أنا خديت هاد لو باكاجينغ هذا ديال 100 مليلتر. دونك ممكن تاخدو كيف ما قلت لكم غير 3 معالق كبار أو صغار كافيين في هاد الوصفة، أو نصف كوب صغير من ماء الورد إلى ما موجودش عندكم، يعني غير متوفر ماء ورد ممكن استعمال بدله، أو ممكن تعوضوه بزيت الورد حتى هو من اروع الزيوت، وايضا كيخلي لنا ريحه رائعه في البشره الوجه ديالنا منعشه. دونك ثاني مكون هو الجبن او قطع الجبن. دونك انا هنا غنستعمل الفرماج بدون ما نذكر اكيد الاسماء، فهناك اسماء كثيره ومتعدده على حسب النوعيه ديالكم اللي كتختاروا، اكيد الاختيار كيبقى لكم وكيبقى دائما راجع لكل سيده، فهو اختياري وليس اجباري. فكيف ما قلت لكم ممكن تاخذوا قطع جبن سواء المثلث او المربع على حساب كل سيدة فين كترتاح. ايضا ستحتاجون الى المايزينا او بودرة النشا، ما يعادل ملعقتين الى 3 معالق كبيرة من المايزينا. بالنسبة للمايزينا فهي متوفرة في جميع الاسواق التجارية سواء الكبرى او الصغرى، تمن ديالها كيطرح ما بين 10 دراهم او 15 درهم على حساب الكمية الموجودة في لو باكاجينغ ديال المايزينا. دونك المايزينا كيف ما كنعرفو هي رائعة لتبييض البشرة، أيضا كترطب لنا البشرة ديالنا وكتخليها صافية، وايضا كتحيد لنا البقع الداكنه اللي كتكون في الوجه ديالنا. فانا كنصحكم هنا في هذه الوصفه هذه انكم تستعملوها يوميا الى عندكم بقع داكنه وعندكم اكيد امور كثيره ومشاكل كثيره في البشره ديالكم، كنصحكم انكم تستعملوها يوميا. دونك هادو هما 3 ديال المكونات اللي غنحتاجو، اللي هما ماء ورد، قطع جبن سواء المثلث او المربع، وايضا بودره النشا او المايزينا. وانا هنا غنخلط جميع العناصر وجميع المكونات ما بين الماء ورد والجبن سواء المثلث او المربع، وايضا بودرة النشا او المايزينا، وبعد ان شاء الله ارجع لكم فابقوا معايا. وبعد ما كنخلطوا جميع المكونات ثم جميع العناصر ما بين قطع الجبن سواء المثلث او المربع، وايضا ماء ورد، وايضا بودرة النشا او ما يسمى بالمايزينا الغنية بالفوائد ديالها والمفيدة ايضا في علاج البقع الداكنة وبزاف المشاكل الاخرى اللي اكيد كيعاني من الوجه ديالنا منها، خصوصا في هذه الفتره ديال الصيف. دونك كيف ما قلت لكم البنات هادو هما المكونات اللي وضعت في هذه الوصفه. بالنسبه للكميه فانا وضعت 2 معالق كبار ديال ماء ورد، ايضا ما يعادل ملعقتين الى ملعقتين ونصف من بودرة نشا او ما يسمى بالمايزينا، وقطعة جبن واحدة، يعني وضعت قطعة واحدة من الجبن المثلث وليس المربع. بلا ما نقول لكم الاسم البنات، اي اسم فممكن تاخذوه. وبعد ما يعني وضعت هذه الكمية هذه المتساوية ما بين يعني كل طرف وطرف ديال الكمية ديالي، خلط جميع العناصر حتى تصبح عندي الشكل النهائي على هذا الشكل هذا اللي كتشاهدوا في الفيديو امامكم الان. من بعد ما تحصلوا هذه النتيجة هذه غتطبقوا الكل بفرشات مخصصة لوضع الوصفات الطبيعية على الوجه ديالكم، تخليه 30 دقيقة او 15 دقيقة على الوجه ديالكم بعد توصلوا الوجه ديالكم بالماء البارد، خصوصا احنا في فترة الصيف ما نحتاجوش اننا نستعملوا الماء الدافئ.
فضروري ما نستعملوا الماء البارد، ومن بعد نستعملوا اكيد الكريمات اللي ترطب البشره، سواء البشره الجافه الدهنيه والعاديه وايضا الحساسه. وبصحه والراحه البنات، هذه الوصفه صالحه انكم تستعملوها يوميا الا قدرتوا، سينو ممكن تستعملوها 4 مرات إلى 5 مرات في الاسبوع. وبصحه والراحه البنات، الوصفه رائعه للغايه، مجربه ومضمونه، نتمنى ربي تنال اعجاب كل سيده استعملتها وكل فتاه وكل حبيبه ايضا. دونك ما تنساوش تعطيو بيك لايك لهذا الفيديو قبل ما تخرجوا منه، وزر لايك هو تحت من الفيديو، ايضا تشتركوا في القناه بضغط على زر الاشتراك الموجود تحت من القناه باللون الاحمر، ايضا تفعلوا الجرس، وايضا تخليوا لنا اقتراحاتكم تعليقاتكم واستفساراتكم في خانة التعليقات، ولمن انكم تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي جميع الراوي في صندوق الوصف. انا اقول لكم نشوفكم ان شاء الله في لابخوشين فيديو. بسلام عليكم.